بدأ يتماسك أكتر. طيب نخلط كويس. أنا عشان عاملة كمية فعشان كذا كميتي كبيرة، تقدروا تعملوا نص الكمية. طيب عندي هنا صوص السمك تقريبا ربع كوب، حطيت ملعقتين كبيرة صويا صوص مالحة. بالنسبة للتشيل فليكس هنحط نص كوب، ترى لما يتخمر مرة حتخف الحرارة. أنا ما أكل الأكل حار بس مرة حتخف الحرارة، تقدروا تقللوا الكمية لو ما تأكلوا حار أبدا، هو حيكون فيه له لذعة خفيفة. طيب نقلب ونحط خل الأرز تقريبا من ملعقة إلى ملعقتين، ملعقة كبيرة سكر، تقدروا تستخدموا سكر جوز الهند أيضا، كمان ملعقة ملح، ونقلب المكونات مع بعض. بس أبغى أوريكم قوام ولون الصوص، هذا الصوص اللي حنحط فيه الخضار. خلاص ودحين نبدأ نضيف الخضار للصوص اللي حيتخمر فيها. طيب هحط شوية من كل شيء وأبدأ أقلب وبعدين أكمل. طيب المهم ما كفت الزبدية، جبت قدرين وقعدت أخلط فيهم، قاعدة أفكر بكرة أزود شوية من الخلطة. دوبي جربت الجزر ممتاز، يعني تقدروا أنتم مثلا لو حسيتوا ناقص شوية ملح، ناقص شوية سكر، شوية صويا، تقدروا تزودوا بعدين. أنا زودت شوية لأنه الكمية مرة كبيرة، فدحين بس نحطها في برطمان وخلاص، ونحطها في الدولاب عشان تبدأ تتخمر.